نشر أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو صورة له وهو يقبل صديقته جورجينا رودريغيز، وذلك في ظل التقارير الأخيرة عن خلاف حاد بين الثنائي. وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر رونالدو مقبلا جورجينا في أحد المطاعم وكل منهما يحمل مشروبا مع تعليق نخب الحب. وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أفادت الأربعاء بأن العلاقة بين رونالدو وجورجينا ليست في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، في أعقاب شجار بينهما ارتفعت فيه أصوات كل منهما خلال صعودهما على متن طائرة رغم وجود أشخاص حولهما. وأضافت الصحيفة أيضا أن رونالدو سئم من جورجينا ويرى أن العارضة الشهيرة بدأت تركز أكثر على نفسها، وبدأ أن العارضة الشهيرة ردت على تلك الشائعات حينما نشرت عبر حسابها صورة مصحوبة بأغنية لروميو سانتوس بعنوان لو مت. وبحسب موقع غول فإن الأغنية ربما تكون ردا على التقارير عن الشجار المزعوم بينهما، إذ تقول كلماتها الحاقدون يصنعون الشائعة ويتناقلها الكثيرون ويصدقها الحمقى. ويعيش رونالدو وأسرته حاليا في السعودية حيث يلعب لنادي النصر بعقد يمتد لمدة 5 سنوات يحصل بموجبه على حوالي 221 مليون دولار. ويلعب رونالدو مباراته المقبلة يوم 8 مايو ضد نادي الخليج في الدوري السعودي الذي يتخلف فيه النصر عن الاتحاد متصدر الترتيب ب3 نقاط مع لعب الأخير مباراة أقل.